أزمات متراكمة تعيشها محافظة نينوى ومدينة الموصل منذ سنوات، فلم تبقى مصيبة إلا وحلت فوق رؤوس الأهالي الذين يعانون الأمرين، وتزداد معاناتهم مع قائمة طويلة من الإتاوات التي يدفعونها لجهات المتنفذة، وهم الذين يعيشون بكل شرائحهم ظروفا اقتصادية صعبة للغاية. سائقو سيارات الأجرة عبروا عن سخطهم مما يلاقونه من أساليب المضايقات في أرزاقهم بعد أن أغلقت الساحات والجراجات أمامهم، وصاروا يبحثون عن مكان يمكنهم من خلاله تأمين قوتهم اليومي. معاناتنا الساحة ماكو، احنا سواق تاكسي وهاي الكيات، المرور يركض ورانا، ابو الهيئه يركض ورانا، المرور ستي قبلك دقيقه برا إيان بس تدوس بريك شلك كروه يجي غرمه 50,000، زين انا اشتغل النار كله تطلع لي 50,000، احنا بقوه يلا خير ما بينا يشتغل سائق عند العالم ومايت من جوعه، بالقوه يلا طلع له 10,000 دينار 15,000 دينار ياكله هو وعياله. احنا صار لنا 5 سنوات على هاي الحاله، يودونا لقراج باب الطوب، باب الطوب منطقه قديمه وما بيها سكان وقراج فارغ، نروح فارغين نرجع فارغين. هنا مركز المدينة هو صار النبي يونس، هنا ساحات ما بيها النبي يونس وهيئات نقل ماكو، صار لنا 5 سنين هاي الشغلة، نجي نطبق بالشارع يغرمونا وماكو مكان يعني وقفة، لاكو قراج نحمل، يقول روح على باب الطب، نروح على باب الطب ونفوت جوا، ماكو نقليات هناك بيه، ماكو حتى بشر ما بيه، ساحات ماكو. لا يقف الأمر عند معاناة سائقي التاكسي، فأصحاب سيارات النقل الصغيرة المعروفة بالكيات يعانون أيضاً من الفوضى الموجودة في الساحات والجراجات ما أثر سلباً على عملهم، مؤكدين أن عمل هيئة النقل الخاص بات مقتصراً على جمع الجبايات. احنا نجي هسه ترى بالثنتين بالليل اجي على الساحة، يعني اجي بالبهدلة بالليالي داجي يا حصل لي دربين ثلاثة، يعني كثر إذا اكو شغل 3 دروب، زين احنا من هالساحة هاي. اما بالشارع يشتغل، احنا ما نقدر على شغل الشارع، لان يحاسبك مرور على وقفه، يحاسبك فلان، فما نقدر، نسمع عنك كلمه من احد ما نقدر. فما حد يدحق علينا. يعني هذا الساحه انت اشوفه، بالموت نفوت، بالمرار نطلع. والله معاناتنا الساحات ما عندنا. واللي هذا المربع تشوفه سواق عفر، سواق حمام العليل، سواق قياره، خط حي التنك، خط تموز، خط الكرامه، خط القاهره، بايه هذا المربع كلها عايشين عليه. يجيك ابو الهيئه من الصبح تعال كنت سياره الف اخذ الف دينار ومشى، الالف دينار ننطيها غصبا عنا. من مآسي الحروب والتهجير والدمار الذي لحق بالموصل الى معاناه الاتاوات وحرب الارزاق التي تضاعف من الازمه الاقتصاديه التي تعيشها المدينه المنكوبه، بينما تحول الدور الحكومي من متفرج الى مساهم في تعميق هذه المعاناه.